السلام عليكم. اليوم نروح نشوف المشروع نتاع الحديقة العمومية الرابعة التي يتم تهيئتها وتحسينها وترميمها وتجديدها على مستوى مدينة بسكرة. واليوم نتعرف على هذه الحديقة الرابعة في مدينة بسكرة، وأكيد يعني بعد ما تم الإنجاز تاع 4 حدائق وتأهيلها وتجديدها ويعني وضعها حيز الخدمة، يعني 4 حدائق في مدينة بسكرة شيء كبير جدا. وكذلك بالإضافة لهذه 4 حدائق فيه عمليات تهيئة نتاع المداخل والمخارج نتاع المدينة نتاع بسكرة، يعني مداخل على مستوى الجهة الشمالية والجهة الجنوبية، كذلك فيه أشغال لتهيئة كل هذه الفضاءات والمحولات حول المدينة. يعني فيه عملية ديناميكية غير مسبوقة تعرفها إذن مدينة بسكرة تحت القيادة نتاع الوالي، هذا تاع والي ولاية بسكرة اللي راه ينشط كثير، وحنا نستحسن ذلك ونشجعه ونشكره على هذا العمل الكبير الذي يقوم به لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين على مستوى مدينة بسكرة ولزوارها كذلك. وهذا أمر جيد جدا، ونحن ننتظر كذلك الاعتناء بحديقة لوندو، الحديقة التاريخية لمدينة بسكرة واللي عندها زخم نباتي، يعني كثافة نباتية يعني كبيرة جدا وجميلة جدا. وإن شاء الله تكون في عملية تاع تجديد نتاع هذه الحديقة، وإن شاء الله الولاة على مستوى الولايات الأخرى يحذون حذو هذا العمل وهذا الوالي تاع بسكرة، وتكون فيه نهضة وطنية لمكافحة ومحاربة المخلفات والمتسببات نتاع هذا التحولات المناخية اللي عرفناها. لازم تكون محاربة نتاع هذه المخلفات نتاع المناخية، يعني التي أصبحنا نعاني منها الآن، حرارة كبيرة والصيف طويل، وإذن لازم المحاربة هذه التقلبات المناخية بالتشجير ثم التشجير ثم التشجير. إذن نترككم تتابعون هذا الفيديو من السماء حول الحديقة الرابعة التي تم افتتاحها في مدينة بسكرة. نترككم تتابعون، السلام عليكم. Thank you.